موقف ثابت وعادل تتبناه مصر تجاه القضايا والملفات الإقليمية والدولية، والذي يبنى على احترام مقدرات الشعوب وعدم التدخل في شأنها الداخلي، وهو ما ينعكس على الأزمة الأوكرانية. وحرصت مصر على إيضاح موقفها من تلك الأزمة نظرا لما سببته من تداعيات تخطت حدود الدولتين ووصلت لجميع أنحاء العالم، لا سيما أفريقيا، التي صارت الأزمة تهديدا مباشرا لأمنها الغذائي، إلى جانب فقدان الأرواح ونزوح الملايين.